عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا اليوم موضوعنا الجمع بإضافة 1 و2 و3. عدنا أول عدد 17 زائد 2، يعني 17 زائد 2. نبدأ بالرقم الكبير زي ماما، نخليه بقلبنا أو بعقلنا أو على الكتاب، ونخلي عليه 2، نضيف له 2، يعني 17 نتركها نعوفها بإيدينا. يلا طلعوا إصبعين، 17 بعدين وراها 18 عفية 19، يعني 9 10، باعوا 17 18 19. عندنا هنا 13 زائد 3، نبدأ بالرقم الكبير، مش قد نخلي عليه 3 أعداد. يلا 13، طلعوا بيديكم 3، 13 بعدين 14 15 16، عفية. يلا نفس الحكي راح نطبقه هنا، 13 بعدين 14 15 16، يعني 16. هذا الواحد 10 يعني 10، طلعنا الناتج 16. اكتبها هنا 16. هنا عندي 14 يعني 14 زائد 2، نبدأ بالرقم الكبير ونضيف عليه 2، نضيف عليه 2 رقمين. يلا شو أريد بإيديكم، طلعي لي 2 أصابع. يلا 14 نخليها 14، شي يجي وراها يعني 4، شي يجي وراها 5، عفية 15، بعدين 16، عفية 15 16، وها 16 نكتبها هنا. عندنا هنا 3 زائد 15، يعني 3 زائد 15. بمن نبدأ؟ قلنا بالرقم الكبير بال15، زائد جيد يبيد هنا 3، طلع بإيدينا 3. يلا 3 أصابع طلعوا لي. يلا 15 بعدين 16 14 18، يعني 15 16 17 18. هنا نكتب 18 وانتهى على هذه الأمثلة البسيطة.